نحن بالطبع لدينا قدر كبير جدا من الاحترام لما أنجزوه حتى الآن، ليس بمحض الصدفة أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة. هم انتصروا على بلجيكا، على إسبانيا، على البرتغال، وأيضا خرجوا من مجموعة صعبة في دور المجموعات، وهذا يخبرنا أيضا بجودة هذا الفريق وبروحه سواء على أرض الملعب أو خارجه. أعتقد أنهم سيكونون خصما صعبا غد، وأعتقد أيضا بالنسبة لنا سيكون أغلب المشجعات والمشجعين ضدنا، ولكننا مستعدون لكل شيء. نحن مركزون هادئون، وقمنا بتحليل الخصم وطريقة لعبه جيدا لكي نبدي استعدادنا غدا، ولكي أيضا نرفع من أدائنا ولنكون جديرين بنصف نهائي كأس العالم.